اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا مع غلاء المعيشه وقانون الماليه جديد لسنه 2017. اليوم من ولايه باتنا رايحين نشوفوا كيفاش راهم يفكروا المواطنين لمواجهه هذه الازمه. صراحه عمو مع غلاء المعيشه وقانون الماليه لسنه 2017 راك تفكر كيفاش تواجه هذه الازمه هذه؟ نواجهوا بالتقشف. العائلات الجزائريه بشكل عام تقريبا يلقاو صعوبات باش يتاقلموا مع الوضع الجديد هذا. راح يعاني المواطن سورتو مع القانون الجديد كيما تاع 2017 بزاف الضرائب ومنا ما يقدرش المواطن البسيط. اي مواطن بسيط ما ينجمش يواجه ارتفاع الاسعار هذه. كيما انت لو كان يزيدوا الاسعار كيفاش نتايا؟ الزقاط روحوا نطلبوا ما نلقاو الطلبه ولا ما نلقاوهاش. انا كبرت الاولاد شهريتي انا وراس الطباخ صاشي حليب وطرف خبز وحنا عجنا. نبداو ديجا نربيو نفوسنا على لا كونسوماسيون، نبداو ما نبذروش، نبداو نخدمو، نبداو نستحفظو بشيري عندنا. باش ياكل باقيطة يولا ياكل نص باقيطة، هذا هي. جات في هذيك في نص باقيطة سمع عندي كاين مصاريف، كاين مصاريف النقل، فهمتني ولا لا؟ كاين مصاريف النقل، كاين ولاد الشباب هذا والف على ماكلة ولبسة معينة. سروال تاع 500 و700 ومليون ما يقدرش يرجع لك سروال تاع عين في كورونا الشيخ ب 20000 وقلب الشيخ. الدوله تتقشف يعود المواطن ثاني يتقشف. كيفاش يتقشف؟ الى بنو صغير مال في شري له دي باكي تاع لي تاع لي كوش في الشهر يعود يشري له خمسه. سا ديبون كل عائله جزائريه واش عندها. مثلا كان عائله جزائريه عندها سياره زيارة مثلا يبدا من السيارة ما تيتوليزيهاش بزاف، يسيت تكون ان بيتون اكثر من انك فيكيليست. ما نباليش انا مثلا كاين امور ما تقدرش مثلا تلعب فيهم، مثلا كيما نقولوا حنا الماكلة والشراب، مثلا لي بوز لي ديفوار تاعك تيجيه لي زونفون تاعك، هادو ما تقدرش تلعب فيهم. وكاين امور تقدر تلعب فيهم، مثلا كيما نقولوا لي يسيت تنقص ليتيليزاسيون تاع الكتريسيتي، وهكا وما نعرفه. وقانون المالية زيد منا للمواطن. كلش على ظهر المواطن، ها؟ واش راح يواجه المواطن؟ ها؟ امبوسيبل يواجه. امبوسيبل. هو قانون المالية في حد ذاته قانون جائر، لا يخدم مصلحة المواطن ولا الموظف ولا المتقاعد، بحيث أن الغلاء نتاع المعيشة في ازدياد. احنا نقولوا للدولة لازم تشوف للمواطن وتشوف للشباب، هذا رانا ضعنا. أنت اللي تدي 3 ملايين 3 ملايين، واش راح يسلك؟ بيناتنا. قري ولدك سلك الغاز سلك التريسيتي سلك الماء. لازم يتبدل المواطن، لازم يتبدل، ماهوش يشري واش يطيش، يشري واش ياكل. قال واش ياكل؟ يشري واش ياكل. اليوم الحليب والخبز والخضر يشري واش يطيش. المواطن تاعنا اليوم راه يشري واش يطيش، ماهوش يشري واش ياكل. اي عقل ان نقوم بمقارنه بين ما يتقاضاه العامل وما طلب منه في هذا القانون الجديد، بحيث يعقل ان الموظف اللي يتقاضى 1500 مليون ونص، يعني نقولوا هنا مليون ونص ينجم يعيش. الازمه هذه لازم احنا نواجهوها بالتقشف، ما نزدوش، نعرفوا كيف نسيروا امورنا نقدروا نواجهوا الازمه هذه. كيفاش تسير؟ سير التقشف، نديروا التقشف في رواحنا، كل واحد يدير ميزانيه على قدر صبارده وعلى ميزان الراتب تاعو ويمشي اموره. درك تلقى يسلك مليون ويصرف خمسه كريدي كل. الصالير تاعو 1500 ولا 2 ملايين وعند واش يدير؟ ما عندوش يدير، تولى ربي سبحانه وخلاص. ما يقدروش يواجهوا هالصعوبات، لان في 2017 لحيتنا القدره تشوفوا المشاكل اللي راح نعيشوها. الخبز راهو يطيش بارتو، الماكولات بزاد كبيره، قادر نعيشوا قداه ندولا هنا. احنا رانا احنا اللي ماناش منظمين. كيفاه نقسم من دراهمي، نعرف كيفاه نشري دخاني، ونعرف كيفاه نشري جريده نتاعي، ونعرف وين نتقهوى، ونعرف وين ناكل، ونعرف واش ندير للدار. وهذه هي كتقدر تواجه الازمه. نواجه الازمه كما ينبغي، بدون تردد، بدون قرش الاخر، بدون خوف. يولي يعيش في الدين، يولي يسلف. موش حل باش يسلف، منين راح يسلف؟ يعود في الديفيسيت، يعود في العجز. ان الدوله تشوف الدوله كيفاش تدير تساعد الشعب نتاعها. لان احنا اول اعتمدنا على البترول، ها احنا في البترول، لو كان اعتمدنا على الصحه على الفلاحه وخدمنا الصحراء نتاعنا، هذه بطاطا هذه كل شيء يكون، كل شيء يكون. احنا تبعنا البترول البترول ها هو البترول. مشاهدينا نمروا الان فقرتنا الثانيه في البرنامج واللي هي الميكروفون ليك، تبعوا معنا كيفاش كان سؤال المواطن النهار اليوم وكيفاش كانت الاجابه عليه. انا نحب نسال الشعب الجزائري علاه ولا ما يحبش العمل؟ شعب اتكالي ما يحبش العمل، ما يحبش يبذل جهد. يخرج الصباح يدي 100000 من عند باباه،
و200 من عند امه كيف يخدم لك؟ قال في قهوة تخدم هكا يقول لك راه باهي ناقصة بقرايتي وبعزتي وكرامتي راه نخدم انا في قهوة من بعد يجيو الناس كيما نقول شنفوا عليا. سيدي فينيون ترباو في القطن ما ترباوش على الخدمة. لي سونتر دو فورماسيون ما كانش تلقاه موش قاري ولا بصح بغا يخدم في حاجة تاع بيرو. بغا يقعد في البيرو وقاعد في البيرو نخدم يقول لك اذا كان برا نكون نسلو حاجه ما نخدمهاش. والله غير مجرد فكره في الدماغ انسان سي بون الشغل العقل الباطني تاعو قال له انت باللي انسان ماكش تخدم ما تخدمش ما تقراش ما لقاش وين يخدم حاب يخدم وما لقاش لقى راك دوت مونجي باش كيما لقى نقول لك صح من يعمل يعيش في نفس المستوى الذي لا يعمل. هذه نظرة، هذه نظرة من النظريات اللي راهي موجودة عند الشعب الجزائري. اللي عنده باباه يعطيه، اللي عنده باباه يعاونه، اللي عنده باباه يدير بروجي، وبشي واحد يقدر يبدا من زيرو واعر عليه.